أريد يقدم لكم برنامج رانا حكمناك. أريد ديما معكم. عاجل خبر عاجل خبر عاجل في النهار تي في خبر عاجل في النهار تي في خبر عاجل نجيبوه يبقى حاير يولي يتخبط ويعاير يحوس يفهم وش راهو صاير وعلى المباشر الوزير يعرضوه بالفساد والرشوة زعما يتهموه يحبسوا له قلبه ويزيدوا يخلعوه من يعرف سيبه صايرهم حبسوه حتى لي دي بيتي تاني ما سلكوش يتبلو كوم الراس يولوا يشوفوا في الحباس يخافوا من هضرة الناس سيرتوا من الدياراس كاميرا كاشي هادي غير ما تدخلعوش ان شاء الله يديك الله اي خير وانا جاي لك ما تقول لك سيد الوزير اهلا بكم عاد في النقاش على المباشر على اول قناه اخباريه في الجزائر في ظل الازمه الاقتصاديه وتراجع سعر البترول في الجزائر وبحث المسؤولين عن في الدوله عن مخرج وبديل استراتيجي لتعويض التبعية للذهب الأسود عرف قطاع الفلاحة في الأشهر الأخيرة نوعا من النهوض من خلال تصدير مادة البطاطا إلى الخارج قابل هذا النهوض تناقض نوعا ما كذلك في سعر البطاطا في السوق الجزائرية ولفك هذه الشفرة نتشرف اليوم باستضافة الرجل الأول على قطاع الفلاحة وهو السيد سيد أحمد فروخي أهلا بك معالي الوزير أهلا حديث اللي كثر في الايام الاخيره على تصدير البطاطا ماهوش فزاعه اللي باش نسكتوا بها الشعب ولا نوهموا انه قطاع في لا حرام يخدمش ما نظنش هو في الساعه في نفس الوقت نقدر نقول باللي الحديث اكثر من الظاهره بحال بلال راهو بدهب تخلط مع الوزير ربي يستر لماذا لم يكن هذا التصدير زمن زمن رشيد بن عيسى او عبد الوهاب النوري لماذا في زمن تعهدات سيد احمد فروخ الا يوجد هناك نوع من التحضير القبلي لهذه العمليه لانه باش نقولوا لانه سيد احمد فروخ ينجح في الوزاره لا ما نظنش سيد احمد فروخ اليوم انسان جاي يحاول انه هذا تساؤل يعني هنا هو تساؤل مقبول نظن احنا لازم نشوفوا الامور خارج الاشخاص نعرفوا برك بعض الاسماء ونحاولوا حولهم نبني اشياء يعني ايجابيه ولا سلبيه يعني انه الوزراء السابقين زرعوا واليوم السيد احمد فروخي الوزير راح صد هذه هي طيب. اولا اللي زرع واللي وجه واللي كان عنده نظن حصه كبيره هو رئيس الجمهوريه لانه يعني منذ مجيئه اعطى الاولويه لقطاع الفلاحه كان فيه برنامج هام حول هذا القطاع وجدنا لك فيتيار خاص بك وخاص بالقطاع الفلاحة في الأول والأخير مع الجميع حياته الخاصة خط أحمر هو متزوج بأربع نساء وضع كل ثروته العائلية في استثمارات في إنتاج البطاطا بوادي سوس ورد اسمه في تحقيق صحفي حول أملاك وزراء حكومة سلال أربعة إنه سيد أحمد فروخي الذي ورد أنه يملك شقق وعقارات بالجزائر وأخرى بعاصمة الجن والملائكة بباريس وما خفي كان أعظم يقال أنه كان إسلامي حد النخاع
كان له نشاط سري سنوات الجامعة. اعتقل لأيام لا يخفي أنه متعاطف مع حركة الماك الانفصالية. هو سيد أحمد فرخي وزير الفلاحة والصيد البحري. وزير الفلاحة والصيد البحري، سؤال لي بضر المشاهدين دوك لما شافوك على المباشر، ربما هذه ثقافة جديدة في الجزائر نشوف وزير يعني غير أنه متزوج بربع نساء يعني ربع نساء يا سي الوزير. أنتم حبيتوا ديروا لي مشاكل مع أنا مزوج مع مرأة واحدة. أنتم ما عندكم معلومات غالطة، كل الكثير من المعلومات اللي ذكرتوها في الأول كانت صحيحة، ولا المعلومات الأخرى قاع خاطئة؟ أكيد باش المنصة ربما لأنه معلومات، إذا كان الأمر إذا كان الأمر ربما في حرج ولا ما كان يعني حرج، لأنه هذا الشيء باش يكون على علم السيد الوزير تكلموا فيه الوزراء، كان عندهم ما كان حتى حرج، زوجتين ثلاث وزارة زوجة واحدة، مزوج منذ 90 وعندي 3 أطفال. فروخي بين عليه في دار وراه حاير في واش راه يقول بيه الثانوي. الأمور شفافة، ما في حتى مشكل. ربما ما عندي لا عقارات، أنا عقارات في الخارج وما عندي لا شكيت سيد الوزير خايف شوية من الزوجة الأولانية بالك، معنيش يعني المعلومات اللي توفرت عندنا بعقود زواج، يعني عندنا وثائق عقود زواج أنه راكم غالطين بالك اسم آخر، بالك اسم آخر راكم غالطين، ما كان حتى وعلاقتك بالماك عندي حتى علاقة أنا مع الماك، وش من العلاقة عندي مع الماك؟ أنا الماك نظن راه في تاريخ خاطئ تماما، واليوم الأهم لنا هو أننا يكون وحدة وطنية. نظن كرسنا الكثير من المطالب للأمازيغية، واليوم الوحدة الوطنية من الخطوط الحمراء اللي يلزم حتى واحد ما يتجاوزها. سيد الوزير الكل راه يشوفنا المباشر، وربما مام زوجاتك الثلاث الاخراتين كي نعطي لك معلومه خلاص، من بعد ما نقعدوش في نفس الموضوع، لانه باش نروحوا لشق واحد اخر من النقاش فيما يخص الممتلكات. يقول سيد احمد فروخي على حسب ما ورد في احدى التحقيقات الاعلاميه انه من عائله برجوازيه يمتلك عقارات هنا في الجزائر وفي باريس. ما كان والو ما كان حتى عقار. احنا عندنا اجراءات كي ندخلوا الحكومه نصرحوا بهذه الاشياء للمجلس الخاص بها، وكي نجيو خارجين نصرحوها، ويجي نهار ان شاء الله كي نجي خارج من هذه الحكومه سنصرح بذلك، ما فيها حتى التباس في هذا الموضوع. انا خدم، شوف سي بيلو، انا خدم رجال، ما راني لا نحوس لا على كما قالوا راني حوس لا على شي علامات اولا، والامور واضحه. هنا فهمت وكانه انك رفضت تكمل الحديث معنا فيما يخص الحياه الخاصه. ربما انا ما رفضتش اذا 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 ربما ما رفضتش اعطيتك المعلومات، تكلمنا لك على الزوجات وحنا نشوفوا هذا ما راهوش اي واحد يكون متمكن ماليا ولا يقدر يمكن. كاين وزراء مروا طرح لي سؤال، ومن حق احنا في بعض الاحيان ايضا على بالي رانا عايشين في مجتمع كاين الكثير من الشائعات، في بعض الاحيان كاين الناس اشياء بالك تستهدف ولا اشياء غير بغير قصد. يعني ما تنزعتش مني، ربما النقاش هذا هو النقاش على المباشر، وهذا هو النقاش الحر في الجزائر، ونعرفوك انت يعني ما عندكش مشكله، ما عندكش حرج في هذا الشيء. كي تكلمنا على في التقرير تكلم الزميل احمد حفصي على الممتلكات قضية الواد سوف ونربطوها بقضية عمار سعيداني، ربما يقولوا الكثير، وانا نقول لك واش راهم يقولوا، ربما ما من اللي يعني الاوساط اللي راهي تتكلم في هذا الشيء راهي تشوف فينا دوك الان على المباشر. يقولوا باللي انك الاستثمارات ديالك الشخصيه والعائليه في البطاطا في واد سوف، منطقه اللي زاد فيها وعاش فيها عمار سعيداني، ربما ديرونجاته شويه. لا نظن كنت تكلمت على هذا الموضوع، كانوا الصحفيين طرحوا لي سؤال، كنت تكلمت عليهم، ما نزيدش نضيف اي شيء. الباقي كل ما نقدر نتصور والاشياء اللي تربط هكذا بصفه غير مباشره تخصني انا ولا تخص الاخرين ولا تخص اسمعني نتكلموا لا سي الوزير اسمعني سي لازم نتكلموا على احنا لازم نكونوا مجتمع يتبنى
على الثقة. سيد الوزير معنا عاجل الآن مصدر بالرئاسة، الرئيس قام بعزل وزراء أثبتوا فشلهم في تسيير قطاعاتهم. مصدر بالرئاسة تعديل حكومي موسع في حكومة سلال 4. مصدر بالرئاسة سقوط أسماء 10 وزراء عقب التعديل الحكومي. الآن سيد الوزير ربما رئيس الجمهورية أحدث الآن على حساب ما يشيروا لي يعني في العاجل هنا تعديل حكومي، ربما الآن راني مع الوزير سيد أحمد فروخي، بعد قليل ربما هنكون مع الوزير السابق سيد أحمد فروخي. راح الغالي راح ودا غرام معاه. خلاص المهمة نتاعي نعود نقول الموضوع سيد الوزير فروخي راه بدا يتقلق. قطاع الفلاحة الآن اللي ما يستثمروا فيه مسؤولين هل راح يخرجوه من الأزمة ديالو؟ اليوم الاستثمار هو الأهم، هما عندنا منبعين، منبع الأول هما الفلاحين الموالين، الكثير منهم اليوم راح في الميدان وفي نفس الوقت طوروا الاستثمارات نتاعهم. نعود إلى الحدث الآن، يشار لي الآن من الاستوديو أنه التعديل الحكومي أسقط 10 رئيس الجمهورية، أسقط 10 وزراء في انتظار البيان الذي سيصدر بعد قليل على موقع وكالة الأنباء الجزائرية حسب ما يشار لي. هل سيد الوزير ربما هي من حسن الصدف أنه اليوم على المباشر من قناة النهار مع وزير في استوديو نتكلموا على تعديل حكومي؟ ربما كما تكلمنا أنا شخصيا نتمنى يكون الوزير مستمر في الحكومة، ولكن معروف أنه رئيس الجمهورية يعني ما يمشيش بالعواطف تعديله. هل كنتوا تنتظروا اليوم يحدث رئيس الجمهورية تعديل الحكومة؟ هذه من صلاحيات، ولا المعلومة اللي عندكم صحيحة؟ هذه من صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية. نعم يشار انه بيان انه المعلومة تم استسقاؤها من موقع وكالة الأنباء الجزائرية حسب بيان يعني بسيط من رئاسة الجمهورية، وأشير في انه في انتظار تفاصيل. علاش نظن نتكلموا على حوايج واحد اخرين، نظن هو الأهم لينا اننا احنا كمسؤولين نخدم لآخر دقيقة، نظن عندنا مهام، هذه المهام هي مهام ظرفية. بلال دخلوا في الديزويت وفي الروخي معروف عليه باللي يحشم. المهام يوجع تاني سيد الوزير، احنا اخترنا ان ندافع لبعض الأفكار، ان نبني ونساهم في بناء المجتمع، لكن إنهاء المهام مهما كان يوجع سيد الوزير، ونساهم أيضا في نعم بناء سيد الوزير الله يخليك الله يخليك في بناء الاقتصاد. يبقى ديرها في موقع ولا ما ديرهاش في موقع، معليش. الأفكار هي تحاليل هي سيد والقدرة هي سيد أحمد فروخي وزير سابق في الفلاحة وصيد المعارف، تفضل زوج تفضل. وربما اليوم اسمح لي تكلمنا لك عن الزوجات وتكلمنا لك كذا، وهذا ما وش من طبيعتي اني نتكلم، لكن ربما العاجل إنهاء مهامك قدرت قرأت في الوزير. ماكاش مشكل خلاص ها روح ذكر ماكوراج صحه فطوركم وصحه رمضانكم بكل شاب. يا سي الوزير راه نحكمك بصح انت انسان طيب. لا بالي دافوندي عاجل خبر عاجل خبر عاجل في النهار تي في خبر عاجل في النهار تي في خبر عاجل نجيبوه يبقى حاير يولي يتخبط ويعاير يحوس يفهم وش راهو صاير وعلى المباشر الوزير يعرضوه بالفساد والرشوة زعما يتهموه يحبسوا له قلبه ويزيدوا يخلعوه مين يعرف سيبه صايرهم حبسوه حتى لي دي بيتي تاني ما سلكوش يتبلوكا ومراس يولوا يشوفوا في الحباس يخافوا من هضرة الناس سيرتوا مدي يا راس كاميرا كاشي هادي غير ما تتخلعوش. قدم لكم أريد برنامج رانا حكمناك، أريد ديما معكم.